بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رافع لواء المجد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. من حضرة السري السقطي قدس سره العزيز، ومن حضرة الجنيد البغدادي قدس سره العزيز، ومن حضرات الأولياء والصالحين قدست أسرارهم العزيزة. أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى حضرة شيخنا المقدام سيد الشيخ أبو بكر، أدامه الله ذخراً للإسلام والمسلمين. يا سيدي، هناكم الله بالقبول، وأكرمنا الله وإياكم برؤيا جمال وجه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. وأقول إخوتي الأكارم، قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول أهل التفسير: وقد نزلت هذه الآية في بيان حق العلماء ومكانتهم. وأقول ما قاله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل صلى الله عليه وسلم على أدناكم. إخوتي الأكارم، هنيئا لكم يا أبناء الهند بهذه النعمة الكبرى، وهي أن سيدنا الشيخ أبو بكر أدامه الله تعالى أصبح مفتي البلاد. هذه نعمة عظيمة وكبيرة، فحافظوا عليها. وأقول لكم: استمعوا لكل ما يقول، واتبعوا لكل ما يقول. فصحابة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وصلوا إلى الله بأربعة كلمات، بأربع كلمات، وهي اجتماع واستماع واتباع، وبعد ذلك يحصل الانتفاع. فاجتمعوا به وانهلوا من علمه، واستمعوا لما يقول، واتبعوا لما يعلم، فبعد ذلك سيحصل لديكم الانتفاع. إخوتي الأكارم، حقيقة لا يعرف قدر العلماء إلا من صحبهم ونهل منهم وأخذ عنهم. أقول لكم وبصراحة: حافظوا على العلماء. فنحن في العراق أصبحنا نحسد الناس إذا كان لديهم عالم واحد، علما أن العراق لم يخلو ولن يخلو من العلماء. ولكن أقول لكم: سيدي أبو بكر عالم رباني، وشيخ متفاني، وعابد، وعالم بجميع العلوم، ومن أهل الله. إذن أنتم في نعمة كبرى، حافظوا عليها وأكثروا الدعاء لحضرته. بارك الله لنا في عمره وفي عمر العلماء العاملين والمشايخ الكاملين. وأقول وأنا في حضرة السري السقطي وفي حضرة الجنيد البغدادي: أسأل الله لحضرة شيخنا العلامة أبو بكر، أسأل الله له علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاً ويقيناً ثابتاً وإيماناً دائماً، وأسأل الله له العافية، وأسأل الله له تمام العافية، وأسأل الله له دوام العافية، وأسأل الله له الشكر على العافية. اللهم إني أسألك له من خير ما سألك منه حبيبك
ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأستعيذك له من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعباده الصالحون. اللهم وفق شيخنا لمراضيك، واجعل حالنا وحاله وحال المسلمين أفضل من ماضيه. وأسألك اللهم ببركة شعرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا تدع لنا ولشيخنا ولأحبابه ولأمة سيدنا محمد ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا كربا إلا نفّته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمة منك يا أرحم الراحمين. وأخيرا أقول مادحا في حق حضرته، لله قوم صدقوا في حبه فاختارهم، هو الذي اختارهم، فاختارهم ورضي بهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون به النهار صياما، فسيغنمون عرائسا بعرس وسيلقون من الجليل سلاما. وصلي يا ربي على بدر التمام، وصلي يا ربي على نور الظلام، وصلي يا ربي على شفيع الخلائق يوم الزحام، وعلى آله وصحبه أجمعين. خادمكم الشيخ الإمام والخطيب علي بن طارق الحنفي القادري، بغداد المحروسة، حضرة الإمام الجنيد البغدادي.